دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض أهم وأبرز الأخبار اللي هتحصل النهاردة. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هينطلق الملتقى التوظيفي لخريجي الجامعات والتعليم الفني بمشاركة المكتب البابوي للمشروعات بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية مع وزارة الشباب والرياضة، وده من الساعة 6 للساعة 9 مساء في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. وبدأ العمل بالمبادرة من 7 سبتمبر 2024 وبتستمر لمدة 100 يوم في جميع محافظات مصر. النهاردة هيفتتح العرض المسرحي المصري زجاج انفجاري متقطع مرحلة النهائيات بالدورة العاشرة من مهرجان أفاق مسرحية دورة الفنان نور الشريف اللي بتبدأ على مسرح الهناجر بالأوبرا وبتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل. وبيتم تقديم مسرحية زجاج انفجاري متقطع في الساعة 7 مساء ضمن مسابقة العروض الطويلة بالمهرجان، وبيناقش العرض مشاكل اجتماعية مختلفة عن طريق السوشيال ميديا اللي بتتسبب أحياناً في كارثة بين البشر، فإذا كانت مواقع التواصل قدمت لنا الكثير من الإيجابيات ومهدت الطريق نحو عالم سريع، إلا أنها تبقى سيفاً ذو حدين وسلبيتها لم تعد قابلة للتجاهل لكونها رمز للخداع والنفاق الاجتماعي. لعشاء الكرة العالمية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، هيلتقي الأهلي المصري مع العين الإماراتي في تمام الساعة 8 مساء باستاد القاهرة الدولي.